قطاعات اخرين خدامين وفيهم زحام وفيهم ناس، يعني ماشي جا غير على القطاع تاع الحفلات بوحدو. المقاهي عامرين، المسابح عامرين، البحوره عامرين، علاش الاسواق عامرين؟ علاش هذا القطاع بوحدو اللي غادي يشكل خطر على البلاد؟ ما يمكنش هذا القطاع ما كيشكل حتى شي خطر. يدير لنا شي حل وسط بواحد النصف المئة ديال الحضور او لا، المهم شي حل. بغينا نخدموا، احنا بغينا نخدموا حيت عندنا غير هاد الشهرين، هاد الشهرين كتخدم لينا على العام كامل. اللي عندها كريديات، اللي عندها يعني كتجيب دوزان بكريدي، راه اي وحده، اي وحده من الكافات ولا من اي ليتريتور، راه كلشي كيخدموا على هاد الشهرين هادي، وشهرين كتخدم على العام كامل. وعاش الملك، عاش سيدنا، عاش الملك، لا ملك الفقراء، عاش الملك، ملك الفقراء. هو راه غادي يحس بينا، الصوت ديالنا يوصل للملك، الملك ديالنا هو ملك الفقراء وغادي يحس بينا. وشي واحد من المسؤولين يخرج يعطينا شي حل. هاد الشيء اللي بغينا، ما بغينا حتى شي حاجه، شي واحد يجي يهضر معنا، يخرج يهضر معنا سلمي حبي. انس ملكنا واحد محمد. الناس دابا كلشي تيعيط، كلشي بغى نرجعوا ليه هذا العربون ديالو. اش غنديروا معاه؟ حنا العربون راه مشى، خدينا به الماتيريال، خدينا به المسائل اللي كتخص الحفلات. اش غنديروا حنا؟ شنو المعمول دابا؟ ملي غنجيبوا حنا داك الشيء كله؟ السلعه راه لا اله الا الله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل وصفي، حسبي الله ونعم الوكيل، ما شاء الله وصفي، ما شاء الله، الله يصوم. اللي جينا عليه هو على اساس اننا مضرورين، وهاد القرارات اللي تتخذ الحكومه ما تيشوفوا غير من واحد الجهه، ما تيشوفوش من الجهه الاخرى. وهذه وقفه الاولى، غادي نحاولوا ان شاء الله الا ما نجحت هاد الوقفه، نحاولوا ان شاء الله نديروا وقفات اخرين، ونحاولوا نعيطوا على الكليان. لحقاش الكليان حتى هما تيعيطوا لنا، تيقول لك بو العربون ديالهم. منين بغيت تعطيني انت العربون؟ انت نهار اللي جاتك السلعه من فاس، جاك الدوزان، جاك الاعلامات، جاك الماتيريال، اش بغيت ترد ليه؟ داكشي اللي تيعطيك راه تتقضي، تشدو من هنا وتطلقو من هنا باش تخدم. وهادشي اللي عطى الله، سلفنا وما خلينا ما درنا، وحنا دروك مازال في السلف وفي الكريديات ومازال ما عطينا، والناس تتغوت من هنا ومن هنا. اش بغيتي تدير؟ مشيت سرقت، مشيت ما عندك ما تدير. احنا كجمعيه تقريبا فوق 16 واحد كاينه، كل كاينين دراري، كاينين معنا اللي مزوجين، ومن عندنا احنا تصوبنا معاهم وتقادنا معاهم على اساس حتى هما يعيدوا ويدوزوا العيد بخير وعلى خير. باش انك تخدم دابا وتجي العشيه ويقول لك اودي راه منو كيبغيتي تجي ليها؟ انت مازال تهضر مع الكليان، انت مازال تتكلم مع الكليان على اساس كيفاش بيدوز العرس ديالك، واشنو بيتو واشنو ما بيتو، عشية تسمع انت؟ لا اله الا الله، خير الكلام ما قل ودل. بالنسبه للقطاع ديال الحفلات راه تضرر بزاف، وخصوصا القطاع ديال النكافه والتصوير بصفه مصوره، كنعاني وكتضررنا بزاف من هذا القطاع، خصوصا في هذه الاونه الاخيره بسبب هذه القرارات المجحفه ديال الحكومه. وكنطالبوا من الحكومه بانها تخرج لنا بشي قرار عاجل وتلقى لنا الحل لهذا القطاع، ديال القطاع ديال الحفله بصفه عامه. ان فعلا الناس راه كتعاني، فعلا كتعاني بزاف. راه الناس تشردات وبعض الماتيريال ديالها، شي بعض الطونوبيله ديالو، شي بعض الدوزان ديالو، حتى كاع قلنا راه الحمد لله راه تلقوا الامال راه نعوضوا، ولكن للاسف الشديد هذا القرار ديال الحكومه بين ليله وضحاها كيخرجوا كيقول لك راه ما كاينه خدمه، ما ممنوع العرسات، ممنوع الحفلات. تنطالبوا من الحكومه يلقاو لنا شي حل وخاير، حل نسبي يديروا لنا 50% 30%، المهم القطاع خصو يتحرك باش ما، وهذا الشيء اللي كنطالبوا. وتحيه للجميع. السلام عليكم، انا كنهضر كمصور. الله يجازيكم بخير، راه حنا متضررين، متضررين بمعنى الكلمه. راه عندنا كريديات، عندنا الكرا. انا دابا انا شخصيا سلفت باش نخلص الكرا، قلنا زعما راه غادي نخدموا ونعاود نردو. ها حنا دابا راه داك السلف خصنا من هنا نردوه، عاد ها الشهور اخرين كيتزادوا. هاد الشيء غير ديال المحل، خلي المعيشه، خلي الساكه، خلي يعني بزاف د المسائل. وحنا راه هاد الشهرين هي اللي عندنا، هاد الشهرين هادي فاش بينا نتحركوا وبينا نترزقوا فيها، خدم كاع اش بغيتي، المهم البركه وصافي. اللي صورتيها فيها بعدا غير تخلصي الكريديت ديالك وتخلص المسائل ديالك. حنا متضررين بزاف بزاف بزاف، والله يجازيكم بخير. بالنسبه للناس المسؤولين شوفوا لنا شي حل، حل كما كان، كي قال الاخ ديال صاحبنا، الحل كما كان. يديروا 50% يديروا 30%، المهم بعدا غير حنا نتحركوا، يتحرك القطاع. وراه عندنا الناس اللي عاطينا ديجا، اللي عاطينا رونديفوات وهذا، وشادين العراب وشادين هادي، وكيبينا نديروا معاهم دابا. حتى داكشي بينا نردوا لهم دابا، راه كليناه، راه كلشي. هادشي اللي درنا دابا واللي دوزنا بالعيد، راه كلشي كريديات، كريديات على كريديات، ولا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون. بايات اللي تشردوا حتى هما مساكن، الناس راه داروا لينا واحد قليمه عمر غادي توصف لاي واحد. الناس راه تشردوا، الناس دوزوا العيد بالكريدي، الناس دوزوا العيد بالكريدي يا عباد الله. حد ما عيدش، حد ما عيدش. ايه واش غنديروا لهاد الناس؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. بغيناهم يديروا لنا شي حل، خلاو الناس الاخرين خدامين، المسابح وخلاو القهاوي، وحنايا بغيتي قاعدين كنمشوا الدبان، يديروا لنا شي حل، نخدموا حتى حنايا وخدموا على وليداتنا. كاينه اللي هزه دار فيها ولاد، فيها راه مجموعه ديال عباد الله، ها النقاشات، ها النقافات، ها البنات السربايات، ها الناس الدقيقيه، ها الدراري ديال الجوخ، يديروا لنا شي حل الله يرحم الوالدين. هاد الشيء راه غيوقع شي كارثه. هما ما داروا لنا والو، السنه كامله وفيها شهرين، هذيك شهرين اللي كنضربوا حنايا وكنهزوا فيها العام الكامل، غيجوا هما غيلوحوا علينا، يدير كلشي القطاعات خدامين، حتى لحنايا جينا حتى لحنايا وما حبسونا. يديروا لنا شي حل الله يرحم الوالدين باش حتى حنا نخدموا، ولا يسدوا كاملين تقعدوا كاملين، ولا نخدموا كاملين وعطونا 50% بحالنا بحال الناس. عاش الملك، حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ايتما يا مراد وني لا اله الا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. الميدان هذاك ما يشاكوراي اك ما درسوا لي ما غيد ها السربايا ها لي تريتور ها لي قاعات ها لي ديتجي كله غا يدرسوا لسن مراد سكن مدني زاد فوق هذا كرن ها مدنو مزل العربون ورسوا لي قال المشكل غير غار غار وين غنكني قال تا وين 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 مدنا راك تا شكنا راك تيني نفكاك العربون راه راغ العربون نكني العربون نويد سرس الماتريال ماني كنسكري الخيرات والله بلا المشاكل سكرنا وكان زند ولا غليت شت الكرموس كويز ما داك تينان حشومه غياد اسد سكن كرا 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 الحل زند كوني زند القطاعات ويضني سكن على القطاعات ياضني 50% ديت نحسكرنا ولا كوني 50%. بالنسبه للناس تاع فن الاستعراض تاهما متضررين بزاف بزاف بزاف، كاين اللي الشباب هنا متضررين ما عندهم هذاك الدومين هو اللي عندهم بالنسبه لتارودان ما كاين ما يدير. الاعراس هما اللي هازينهم 90% في روادنا هازينهم العراسات، اذا هاد الدومين هذا الا سديتو علينا فين غنمشيو حنايا؟ ما كاين لا وزينات لا والو. واش بغي نديرو ما عندنا الصنعة في يدينا، هذاك الدومين هو اللي عندنا وكان اللي تيصرف على والديه كان اللي باه 100، الا ما مشى مسكين جاب ديك 4 دريال من ذاك العرس راه ما كاين ما يعطي لوالديه وهالكره وزيد الظلمه. وحنا بغينا غير شي حل. قالنا ديك الخطره سيروا تقيدوا تما، مشينا كنجريو تقيدنا ما استفدنا والو، استفدنا ضحكوا علينا. واش حسبونا ولا كيفاش زعما؟ واش حسبونا شحال في تاريخ شحال واحد خدام في الدومين ولا سميتو؟ حنا غير غير يقول لنا ايه ولا لا، بالنسبه لي قال لنا لا يدعمونا كي داروا لنا ديك الخطره في ايام الحجر، اذا عطونا شي دعم تلقونا. ها حنا راه بغينا نخدموا على راسنا ما نطلبوا حد، حنا بغينا نمشي حتى حنا ندافعوا على راسنا ونخدموا ونكافحوا. وخصكم ديروا معنا شي حل، الله يرحم الوالدين وعاش الملك. وراه الدراري راه الاكثريه الدراري ديال روادنا راه الدومين اللي هزهم، يكتب عليك كذاب، هزهم هذاك الدومين. راه الاكثريه تيهز العماريه، مساكن تيهز الدوزان، دي جي، سربايه غير السربايه. السلام عليكم. سيدي الله يرحم الوالدين. راه حنا تشردنا. ولادنا راه خصهم الفلوس. ولدي راه كيطلبني كيقول لي شري لي هذه شري لي هذه. راه الخروف شريناه بالكريدي. الناس راه ما ضحاوش هاد الدخول للمدرسه باش غادي نمشيو باش غادي نشريو. الله يرحم الوالدين، شوفوا لنا شي حل يكون ناجع لهاد المساله هادو. ماشي حنا رخيونا وحبسونا، رخيونا وحبسونا، راه ما جات شاي. راه الموتور للموتور اللي كان كسري عليه وكان راه بغى يخسر. حنا راه ماشي خسرنا حنا، راه قلتوا لنا طلعوا فرحتونا عطيتونا واحد الامل طلعوا وطلع كل كرموس درتوا لنا نزل. شكون اللي قالها لك؟ الله يرحم الوالدين، شوفوا لنا شي حل. راه هاد الناس كاملين القطاع ديال الافراح راه هو اللي منشط المغرب. راه حيت ما كان في الافراح وما كانوا العرسات وما كانش النشاط وما كانش اسمه، راه احتراماتي لهاد الناس لان المسؤول دائما كيضحي ولكن الشعب راه ما هندوش، راه ما خدامش الشعب. راه هذا اللي كيخدم في الحفلات وفي العرسات الدقيقيه هاد الممولين هاد راه يلاه عندهم هاد الشهرين هذا غادي نجمع مثلا انا يلاه بغي نخلص غير من الكره يو العام كامل اش غندير؟ غنسلف؟ غادي نسرق؟ قولوا لنا غير اما زيد اما حبس باش نبدلوا لاكارت.
تسمية فنان غادي نحيدها، غادي ندير مول الحوت. انا بعدك بندير مول الحوت. الله يجازيكم بخير، اعطونا شي حل. راه صافي هذا لا الناس راه اللي درتو مع القطاعات الاخرى ديرهم معنا. الله ماشي 50 الله يجعل ما يعطونا. حنا ما عندنا لا تعويضات لا سينيسيس لا ميتيال لا حتى حاجه. خدم يا لي لا لا اصيفي على شتايا هي اللي كنديرو حنا. خدم يا التاس على الناس. حنا لا لا حنا ما بغينا والو. حنا ما بغينا شاي. اعطيني نكنفر انا على راسي بنخدم انا على راسي. ما تعطيني والو. مولف انا نخدم على راسي ما كيعطيني حد. ما كنطلب حد. تحيه لك السي فتاح. والله العظيم وتحياتي. عاش الملك. وفيف تارودانت، فيف الناس الاحرار دي الشعب الحر ديال تارودانت. الله يجازيكم بخير. الساكنه الرودانيه ها سلامي ليكم. تبارك الله راه وتريبورتور وزيد وزيد وزيد. نعم كلشي فهاد القطاع كلشي تياكل. وخصكم ديروا لنا شي حل وشكرا الله يرحم الوالدين. السلام عليكم. سيدي الله يرحم الوالدين. راه حنا تشردنا. ولادنا راه خصهم الفلوس. دريز ولدي راه كيطلبني كيقول لي شري لي هذه شري لي هذه. راه الخروف شريناه بالكريدي. الناس راه ما ضحاوش. ها الدخول المدرسي باش غادي نمشيو؟ باش غادي نشريو؟ الله يرحم الوالدين. شوفوا لنا شي حل يكون ناجع لهذ المسألة هذو. ماشي حنا رخيونا وحبسونا. رخيونا وحبسونا. راه ما جات شاي. راه الموتور اللي كان كسري عليه وكان راه بغى يخسر. حنا راه ماشي خسرنا حنا. راه قلتوا لنا طلعوا فرحتونا عطيتونا واحد الامل. طلعوا وطلع كل كرموس. درتوا لنا انزل شكون اللي قالها لك. الله يرحم الوالدين. شوفوا لنا شي حل. راه هاد الناس كاملين القطاع ديال الافراح راه هو اللي منشط المغرب. راه حيت ما كان في الافراح وما كانوا العرسات وما كانش النشاط وما كانش اسمه. راه احتراماتي لهاد الناس لان المسؤول دائما كيضحي ولكن الشعب راه ما عندوش. راه ما خدامش الشعب. راه هاد اللي كيخدم في الحفلات وفي العرسات الدقيقيه هاد الممولين هاد راه يلاه عندهم هاد الشهرين هذا غادي نجمع مثلا انا يلاه بغي نخلص غير من الكره. يو العام كامل اش غندير؟ غنسلف؟ غادي نسرق؟ قولوا لنا غير اما زيد اما حبس باش نبدلوا لاكارت. تسميه فنان غادي نحيدها. غادي ندير مول الحوت انا. انا بعدك بندير مول الحوت. الله يجازيكم بخير. اعطونا شي حل. راه صافي هذا لا الناس راه اللي درتوا مع القطاعات الاخرى ديرهم معنا. الله ماشي 50 الله يجعل ما يعطونا. حنا ما عندنا لا تعويضات لا سينيسيس لا ميتيال لا حتى حاجه. خدم يا لي لا لا اصيفي على شتايا هي اللي كنديرو حنا. خدم يا التاس على الناس. حنا لا لا حنا ما بغينا والو. حنا ما بغينا شاي. اعطيني نكنفر انا على راسي بنخدم انا على راسي. ما تعطيني والو. مولف انا نخدم على راسي ما كيعطيني حد. ما كنطلب حد. تحيه لك السي فتاح. والله العظيم وتحياتي. عاش الملك. وفيف تارودانت، فيف الناس الاحرار دي الشعب الحر ديال تارودانت. الله يجازيكم بخير. الساكنه الرودانيه ها سلامي ليكم. فبتاريخ 26 يوليوز 2021 وامام مقر عماله اقليم تارودانت اليوم خرجوا الاخوان المتضررين في القطاع كافة وبينوا على هذا التلاحم وهذا التأييد ديالهم بينهم بين كحرفيين يعني منهم النقافات منهم النقاشات منهم الاخوان الرفاعة منهم اللعابات منهم الفرق ديال التراث منهم ليتريتور منهم يعني ممولي الحفلات منهم الفرق الموسيقية يعني هذا القطاع اللي هز واحد الشريحة كبيرة من المجتمع. كانت وقفة الحمد لله سلمية. كانوا الإخوان محترمين التدابير الاحترازية ديالهم من كمامات وتباعد. من بعدها مباشرة كانت واحد التنسيق بين الإخوان اللي في العمالة هنا ومن هذا المنبر كنشكرهم على سعة الصدر وعلى الترحيب ديالهم. كانت واحد الوقفة سلمية. من بعدها مباشرة كانت جلسة أو اجتماع مصغر مع السيد الكاتب العام للعمالة ومع الناس الممثلين ديال السلطة. هاد الناس اللي يعني شرحوا لنا على الحالة الوبائية اللي كاينة طرحنا عليهم
الحلول اللي كاينه اللي كنا كنعتبروها كحلول جذريه او كحلول ترقيعيه، يعني باش نبداو نخرجوا من هذه الدوامه ديال هاد الوقفه اللي واقفين. من بعد بينوا لنا ومن خلال كلامهم ومن خلال هذوك المذكرات اللي تعطتنا بان هذاك الشيء كيبقى كفيل وكيبقى رهين بالحاله الوبائيه ديال الاقليم وديال ديال ديال الدوله. فكنتمناو من الله سبحانه وتعالى وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا الوباء، وكنشكروا الناس اللي وقفوا معنا يعني كمعنا مهنيين في القطاع اللي وقفوا في هذه الوقفه كاملين، والاخوان حتى هما اللي بادلين المجهودات ديالهم يعني من السلطات ومن الاطر الطبيه. وكنتمناو ان شاء الله الخير وصافي، هذا الشيء هو اللي كاين.